السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنديروا زالوكا تاع الباذنجان. اول حاجه نديروا هي نفوروا الباذنجان. نقول اشروا هذه القشره شويه صعيب باش تطيب. نغسلوه في الماء وراح نقطعوه. نحاولو نقطعوه صغير بهذا الشكل. نقطعو دي كوب صغار هذا الشكل هذا. نديرو فيكس كاس نخلوه يفور، ما يطولش هو بزاف، راح يفورنا بخف. راح نكمل انا قاع هاد الحبات، عندي 3 حبات راح نكملهم، نقطعهم بهذا الشكل ونديرهم يفورو في الكيس كاس. بعد ما قطعت الباذنجان دي كوب صغار كيما هكا ودرت الماء في القدره، راح نملحو، نديرو شويه ملح يكون الباذنجان تاعنا يفور. نوجدو البصل قطعته صغير، حبه بصل كبيره قطعوها صغير، حبه طماطيس كبيره كذلك قطعوها مربعات صغار، مغرف يعني كبيره مش معمره مليح تاع زبده، شويه تاع الزيت والثوم، الصوص تاع الثوم تقريبا واحد 5 حتى 6 بصوص. راح نقلي هاد المواد كاع مع بعض، نقليهم مليح فوق النار، يتقلوا مليح ويفور الباذنجان نزيدوا عليه. بعد ما تقلينا البصل مع الثوم والطماطيس كما راكم تشوفوا تقلوا يعني نص طياب، راح نزيدوا الباذنجان اللي فورناه، نخلو حتى يفور مليح يطيب، باسكو غير نقلوا غير وقت انا باش نطيبوا، هو في اصله ما يديش بزاف وقت تاع طياب. راح نزيد مغرف صغيره تاع طماطم مصبره، طماط كونسونطري، نزيد فلفل عكري الحار اللي هو بيمون فور وشويه تاع الكمون، الكرويه نخليها حتى في التالي. الكرويه والخل نخليهم في التالي، في التالي حنزيد مغرف كبيره تاع الخل شويه تاع الكرويه، راح ندير خلي النعناع ثاني في التالي، راح ندير شويه تاع القزبر شويه ملح. في الكحل نرجعها فوق النار، نزيد نقليها. بعد ما قليتو مليح مع هاد الريزيبي اللي درتهم، راح نزيد دروك الكرويه، مغرف صغيره معمره تاع الكرويه، وراح نزيد مغرف كبيره تاع الخل الاحمر نسقي بها، وراح نزيد شويه تاع النعناع قطعته، نكمل القزبر اللي بقالي باش ما تروحلوش النكهه. راح نخلط، راح نرجعو فوق النار ميم با دقيقه، نطفي عليه ونقدموه في طبق التقديم. فالوكة الباذنجان اللي درناها اليوم راهي واجده، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، يعني وجربوها باش نوعوا شويه في الاطباق تاعكم. مش دايما نديروا باذنجان مقلي ولا فخسي ولا، يعني بدلو مره على مره. مام هاد الزعلوكة تجي بزاف شابه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، اشتركوا معي في القناه وشكرا.